ياقوتة من ياقوت الجنة، ولو لم يطمس الله تعالى نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب. حجر مربع الشكل، طوله نصف متر، لونه بين البياض والسواد والصفرة، ومغطى بواجهة زجاجية عليها غطاء من النحاس من الخارج وأرضية رخامية، وهو حجر رخو من نوع حجر الماء. إنه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، قام عليه عند بناء الكعبة، كان يرتفع به كلما ارتفع في البناء حتى غاصت قدماه الشريفتين، ومن كثرة مس الأيدي له اختفت تفاصيل الأصابع وبقي الظاهر من أثر القدمين. كان المقام ملاصقاً للكعبة حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الفتح أخر عن موضعه إلى مكانه الحالي بعد نزول الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وحتى لا يعيق المصلون خلفه الطائفين. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصابه سيل شديد وأعيد إلى مكانه بحضور الصحابة، وهو موقعه الحالي إلى هذه الساعة. وطوق المقام بالذهب عام 161 من الهجرة، وتوالى الخلفاء والسدنة على صيانته وترميمه، ومن هنا جاءت فكرة حمايته، فجعلت له قبتان إحداهما خشبية والأخرى حديدية، ثم بنيت له مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة. وفي العهد السعودي صمم للمقام هيكل مصنوع من نحاس ذي جودة عالية، كما تم تركيب شبك داخلي مطلي بالذهب، وتم استبدال كساء القاعدة الخرسانية للمقام التي كانت مصنعة من الجرانيت الأسود، ورخام بقاعدة أخرى مصنعة من الرخام الأبيض الصافي والمحلى بالجرانيت الأخضر ليماثل في الشكل رخام الحجر، وشكل الغطاء البلوري مثل القبة نصف الكرة.